مابو هاي من فلبين أعزائي مشاهدينا من برنامج قصة طبق مع زرميك. ما في أحلى نتعرف على أساس وقت اللي بناكل أطباق، وخاصة هالأطباق من بلدان مختلفة. اليوم مشوارنا حيكون على فلبين، شو رايكم نتعرف على أساسهم؟ خاصة معروفين على الفواكه، إن كان من أناناس، إن كان من الكوكونات أو المانك، وخاصة الموز. البلد الفلبين أو المطبخ الفلبين أخذ من بلدين، إن كان من إسبانيا، السمار البحري أو حتى الصين، ككون كان في تجارة متبادلة بين بلدين. خلينا نروح مشوار على فلبين نتعرف أكثر على قصتهم. تأثر المطبخ الفلبيني بالمطبخ الصيني، فقد أتى الصينيون للتجارة إلى الفلبين، ثم عاشوا فيها وطبخوا أطباقهم الشهيرة من المكونات المحلية ومنها الفرايد رايز، وكان الفلبينيون يطبخونه مع قليل من الروبيان المسلوق وقطع اللحم الصغيرة المسلوقة أو قطع الدجاج الصغيرة منزوعة الجلد والعظم، لكنهم طبخوا اللحم والروبيان والدجاج مع بعضها، فأضافوا خيارات جديدة للفرايد رايز الفلبيني. رجعنا من فلبين تحت نحضر هالأطباق سوا. الفلبين معروف بالرز، إن كان بالفطور، إن كان بالغداء أو العشاء، بيحبوا يحضروا الرز ياكلوها. أوقات بيحبوا مكونات اللي فيها سعرات حرارية، بس باقي الوقت بيحبوا ياكلوها بدون أي مكونات حتى يعطيهم الغذاء. ونفس الوقت تعرفوا الرز نوع من المكونات اللي غني بالنشا بالحديد، نفس الوقت ما بيخلينا نجوع. خلينا نباشر حتى نحضر هالطبق سوا. معروف كمان الفلبين بيحبوا كتير الموز، بيحبوا الأناناس، خاصة الحليب جوز الهند. أوقات بيحضروا كتير شوربة بيحطوا فيها جوز الهند، أو حتى هيك لحمة قطع صغار مع حليب جوز الهند حتى بيعطيهم النشاط والحيوية. اليوم رح نحضر سوا الأكلة المشهورة عندهم أدوبو. الدجاج مكونات كتير سهلة، مكونات كتير خفيفة، نفس الوقت هي هيك شوية شادة منا كتير فيها صلصة، بس إذا أنتو حبيتوا تضيفوا شوية الصويا صوص زيادة فيكن تضيفوها. رح نخلي هلأ هون المقلية حتى تسخن معنا. عنا حبيت التوم، بيحبوا يستعملوا بمطبخهم حبيت التوم. رح نحط التوم بهالشكل، انفرمت معنا، نفس الوقت نتمتع بالطعمة الطيبة التوم. هون حطينا الزيت، رح ناخد حبات التوم اللي قطعناها ونضيف فوق منها بس حتى يتحمر معنا قليل. التوم رح نضيف فوق منهم الدجاج. الدجاج نوع من المكونات اللي غني بالبروتين. أنا حبيت نقي صدور الدجاج، قطعتهم إلى مكعبات حتى يكون أسهل لي كرمال وقتي شويتهم أنا بالفرن قبل وقت. فوق الثوم رح ضيف أنا قطع صدور الدجاج، رح ضيف فوق منهم شوية بهار الأسود، رح آخذ من هون الخل، رح اخذ رشة من السكر، طعمتها حتكون شوية سويت، واكيد ما ننسى الصويا صوص. اخر شيء بنحط كمان وراق الغار ورشة من بصل الاخضر. حابة كمان دي فوق منهم قليل من البرز جوز الهند حتى يعطينا هيك نكهة شوي مميزة. صار عندنا مزيج هون مع بعض جاهز، ما قلنا إلا هيك ياخد الطعمة على بعضها ونرجع نسكبها. أما هون أنا عندي الرز كمان حضرته قبل وقت، رز اللي سلقته مع قليل من حليب الجوز الهند. إذا لاحظتوا هيك لونه شوي أبيض أكتر، خاصة هيدي الرز خصوصي جابتها أنا من فلبين. هون صار طبقنا جاهز، ريحتها بتشهي، نفس الوقت إذا لاحظنا الصلصة شدت معنا لأنه أضفنا فوق منه السكر. السكر بيخلي إنه الصويا صوص مع الزيت مع المكونات مع بعض تشد أكتر، ريحتها فعلا بتشهي.
رح نطفي النار وناخذ صحوننا حتى نباشر للسكب. الرز اللي حضرناها مع حليب جوز الهند هون جاهزه، رح نسكبها. وفي تقليد هن بيحبوا اهل الفلبين يقدموا هالطبق، من اشهر اطباق اللي عندهم، بيحبوا يحطوا الرز فوق منها دجاج مع صلصة وياكلوها. بتعرفوا من زمانات كلنا كنا ناكل بيدنا، بعد محافظين على هالتقليد خاصة الضيع. خلينا نسكب نحن الرز. عنا هون حبيت البيض. اجمالا مع هالطبق في كثير ناس بيحبوا يقدموا مع البيض، ان كان بيض المسلوق بهالشكل بيفرموها بيخلطوها مع الرز، او في ناس بيحبوا يحطوا الرز دجاج فوق منها على طرف يحطوا البيض المسلوق. انا سلقتها وجهزتها قبل وقت، رح اقطعها الى دوائر وارجع اقطعها الى صغار، رح ضيف هون على الطرف. اما اخر شيء حتى نعطي اللون الاخضر، راح احط شويه بصل اخضر ونقدم هالطبق الحلو الطيب مشهور من مطبخ الفلبيني. حطينا هالاكله مشهوره، قدمتها شويه هيك حتى نعطي زينه بالكبايات مع عصير المانجا. اما هلا رح نباشر حتى نحضر سوا الحلو المشهور وكل العالم بحبوه، الساجو. هو ساجو حبات صغار ابيض دائما بيسلقوها مع الحليب الجوز الهند الكوكونات. جهزتها قبل وقت حتى ما ياخذ معنا الوقت. اول ما تذوب بنرجع بنحط بالكبايات، بنحس هيك بنلاحظ انه صلصه شدت معنا، ونحطها بالبراد. فيكم انتم تقدموا بالطريقه اللي بتحبوها، كمان عندهم تقاليد بيحبوا يضيفوا فوق منه تيست أطعمة مثل مانج أو مثل فراولة أو مثل موز أو أناناس. أنا حبيت اليوم نتركها عادي بس من فوق قدم شوية شرائح من المانجا. هيك صار عنا اليوم أطباقنا من بلد الفلبين، قدمناهن وحطيناهن على طريقتنا. أنا بقلكن صحة وبلاقيكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج قصة الطبق مع زرميك، ورمضان كريم.